في وطن تعيث الميليشيات في حاضره ومستقبله من شماله إلى جنوبه، وطن أدخلت فيه إيران ثقافة الثأر وتزوير التاريخ والعبث بهويته وعراقته، واضعة مساجد ومعالم العراق في قوائم مخططاتها التخريبية، وهذا ما حدث ويحدث مجدداً، إذ تتجه أنظار أتباعها وميليشياتها إلى جامع الرحمن في حي المنصور بالعاصمة بغداد. جامع الرحمن في حي المنصور مهدد بتحويله إلى مجمع تجاري أو متحف يعود بالنفع على جهات متنفذة تابعة للميليشيات، هذا ما كشفت عنه مصادر محلية سبق أن أكدت تحويل الجامع إلى مرآب للسيارات بعد أن استحوذ عليه الوقف الشيعي بمساعدة القضاء الذي حكم بعائدية الجامع لصالحه على الرغم من هويته المعروفة للجميع، ليعرض الوقف الشيعي أرض الجامع للمساطحة لمدة 49 عاماً، وهو ما يخالف الغاية التي أنشئ من أجلها. جامع الرحمن من مساجد بغداد الحديثة وأكبرها في العراق، يتمتع بموقع مميز في حي المنصور، ويمتد إلى مساحة 200,000 متر مربع، وبدأ العمل فيه عام 1999، لكنه توقف بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003. عدد كبير من المساجد في العراق تعرض إلى تدمير وتخريب ممنهج ومصادرة من الوقف الشيعي بمساعدة من الميليشيات وتواطؤ من قبل القائمين على الوقف السني، كما حدث بعد تفجير ضريح الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006، ليصبح بعدها المسجد تابعاً إلى الوقف الشيعي بعد أن كان يدار من قبل الوقف السني، وكل ذلك يندرج ضمن إطار التغيير الديموغرافي لبغداد والمحافظات الأخرى.